بعد تفكك حلف الانقلاب ووصول الصواريخ الحوثية إلى العمق السعودي، لا زال التحالف العربي عاجزاً عن الإجابة على تساؤلات البداية. ما الذي يريده التحالف العربي في اليمن؟ وإلى أين تمضي خطواته؟ ولماذا يفوت الفرص السياسية والعسكرية لحسم معركة التحرير؟ وهل هو جاد في مسألة إنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية؟ أم أن أهدافاً أخرى هي من تحركه؟ هذا ما سنناقشه في حلقة فضاء حر لهذه الليلة. أهلاً بكم. في الآونة الأخيرة تصاعدت الكثير من التساؤلات حول مدى استثمار التحالف العربي لتفكك حلف الانقلاب وإجهاز ميليشيا الحوثي على شريكها وبقائها طرفا وحيدا في الميدان، وهو ما يعني اختفاء إحدى الأوراق التي كان يعول عليها التحالف في اليمن. عسكريا، كانت تحركات التحالف خلال الأيام الماضية توحي بتصعيد ميداني في بعض الجبهات، لكن هذا التحرك لا يبدو ضمن خطة عسكرية شاملة وواضحة. أما على الصعيد السياسي فقد أنتج خروج المؤتمر جزئيا من حلف الانقلاب حالة غير مفهومة، ففي حين يفترض بالتحالف العربي العمل مع ما تبقى من قيادات الحزب باتجاه تشكيل جبهة موحدة بقيادة الرئيس هادي لمواجهة ميليشيا الحوثي، نرى تحركات جانبية لجعل المؤتمر أداة للعمل خارج إطار الشرعية، كما حدث من قبل مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا. كتب أحد المراقبين مستغربا: لم يحدث في التاريخ أن خاض أحدا الحرب وهو لا يريد أن يكسبها. وأردف قائلا: حرب التحالف في اليمن ستدون في سجلات التاريخ كحالة فريدة تستعصي على الفهم. لمحاولة فهم هذه الحالة وألغازها سيكون معنا للنقاش من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي، ومن تعز الدكتور فيصل الحذيفي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك: لماذا يفوت التحالف العربي الفرصة بعد الأخرى في معركته أو في معركة التحرير في اليمن؟ والبداية معك أستاذ سليمان العقيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخت أسوان وأحيي الدكتور فيصل ومشاهديكم الكرام. وفي الحقيقة أنه سؤالك سؤال افتراضي من وجهة نظري الشخصية لا يستند إلى حقائق الواقع، لأنه ما في جيش في العالم ولا في دولة في العالم ترضى بالاستنزاف الاقتصادي والبشري والعسكري وكذلك الاستنزاف السياسي أيضا، لأنه يعني معركة اليمن فيها ضغوطات سياسية وفيها استنزاف سياسي. فلذلك سؤالك غريب يعني من الناحية الافتراضية، وكذلك لأنه الحقيقة لا يمت لحقائق الوضع اليمني بصلة لأسباب كثيرة. أولا، هذا الافتراض هو يعني سياسي، أو أنه مدفوع بهوى سياسي حزبي، أو في إطار الاستقطاب السياسي في اليمن أو في الإقليم. طيب يعني أستاذ سليمان، يعني فقط يعني دعني أسرد لك بعض الشواهد التي تدعم هذا السؤال. خلال الشهر فقط الأخير نتحدث عن تفكك حلف الانقلاب، عن مقتل الحليف السياسي للانقلاب، نتحدث عن صواريخ حوثية إيرانية وصلت إلى الرياض، نتحدث عن دعم سياسي ودبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية للسعودية وإدانتها الصريحة ل يعني إيران تحديدا، واعتبارها بأن الصواريخ التي وصلت إلى الرياض هي صواريخ إيرانية. كل هذه لا تعتبرها فرصا تم تفويتها من قبل السعودية والتحالف بشكل عام؟ طيب، وعليه سنعود للنقاش ربما هذه التفاصيل في سياق النقاش. لنبدأ أولا بالبعد الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية ليس صحيح أنها تدعم 100% الموقف التحالف، يعني فيها الآن تقاطعات مع واشنطن. أمس قدم اليمن نيابة عن الجمعية العربية مشروع قرار الجمعية العامة، وغضبت واشنطن وغضبت من اليمن ونسبيا من السعودية أيضا. يعني افتراض أن هناك دعم دولي غير مشروط وغير محدود
للتحالف هذا خاطئ. نعم استاذ سليمان، هو موضوع الدعم الدولي هو جزء، هو واحده من الجزئيات التي تم سردها. سنعود الى تفاصيل هذه الفرص استاذ سليمان، سنعود الى تفاصيل هذه الفرص التي يعتقد البعض بانه يتم تفويتها مره بعد اخرى. اتحول بالسؤال نفسه للدكتور فيصل حذيفي، هل تعتقد بان هناك فرصا فعلا يتم تفويتها من قبل التحالف العربي؟ دكتور فيصل، السؤال، أعيدي للسؤال إذا سمحت. السؤال برأيك، لماذا تعتقد بأن التحالف العربي يفوت مرة بعد أخرى الفرص التي تدعمه لإنجاز معركة التحرير في اليمن؟ نعم، بيسعنا من خلال مسار الحرب الممتدة 3 سنوات أن نستنتج من وقائع هذه المدة الزمنية، وهي كفيلة بأن تزودنا بقدرة على الفهم لتحليل هذه الظاهرة أو هذه الحرب المستدامة. هناك مؤشرين أساسيين مركبين، المؤشر الأول القرار، من هو صاحب القرار في هذه الحرب؟ طبعا نستطيع أن نؤكد بأن السلطة اليمنية الشرعية لا تمتلك القرار، سلمت القضية اليمنية لدول التحالف. حتى يكون المشاهد مستوعبا لهذا الموضوع، ولا نستطيع أن نلقي اللوم على السلطة الشرعية لأنها لا تمتلك القدرة على إدارة المعركة أو خوضها بشكل مستقل، لذلك لجأت إلى التحالف لإعانتها. طيب إذا نعود إلى القرار بيد التحالف، ولكن السؤال المطروح، هل التحالف نفسه يمتلك فعلا القرار كلية بيده؟ هذا سيؤدي إلى تحديد الأهداف والإرادة. إذا ما هي أهداف دول التحالف؟ وهل عندها الإرادة للحسم؟ هناك معطيات تؤكد على أنه لا القرار اليمني موجود ولا القرار التحالف مكتمل، أي أن هناك لاعب خارجي هو الذي يلعب بمسار المعارك، وبالتالي امتدت المعارك 3 سنوات لا يعد عبثا، وانما هناك فعل فاعل خفي او هناك اهداف غير منظوره. لا يوجد خفاء بان واشنطن تلعب دورا كبيرا في مسارات المعارك خلال 3 سنوات. تذكرون بانه اعلنت بعد سنه من الحرب بان هناك الخبراء الامريكيين بعد ما انجزوا وضع مسارات معينه تركوا الرياض وانتقلوا، أي أن هناك لاعب آخر غير اليمن وغير التحالف. وهنا لا نستطيع أن نلوم لا السلطة الشرعية ولا نستطيع أن نلوم دول التحالف، لأن القرار مصادر من كليهما. إذا لا يمتلكان رؤية في الأهداف ولا يمتلكان الإرادة بحكم أن القرار مصادر. المؤشر الثاني القدرات. القدرات يعني دول التحالف تملك من القدرات المادية والعسكرية والمالية ما يكفي لحسم المعارك، وهذا لا شك فيه، ولكن لأن هناك لاعب خارجي في صنع القرار وفي تحديد الأهداف ويمتلك الإرادة يلعب بهذه المجهودات التي تذهب سدان. لذلك تعثر المعارك مع وجود القدرات، تعثر الحسم مع وجود القدرات المادية والعسكرية وجميع الأنواع الأسلحة والدعم المحلي والإقليمي والدولي يعزز بأن دول التحالف للأسف لا تمتلك من قرارها شيء حتى نطلب منها الحسم، وبالتالي هناك لاعب خفي يجعل من المعارك تسخن ثم تخمد، تتحرك ثم تقف. إذا رجعنا إلى الواقع، إلى الميدان الآن، ميدان المعارك الآن، سنجد بأنه مثلا شبوة لها 3 سنوات مفتوحة سواحلها لتمر منها كل الدعم لطرفي الانقلاب، أي أنها الاستراتيجية العسكرية في الميدان تقتضي بأن يتم تطهير هذه المحافظة حتى يمنع الدعم عن هؤلاء، شبوة، الحديدة، الساحل، الحجة، البيضة، وهذا لم يعمل. أي أن هناك لاعب خارجي أثر على مسار المعارك وأبدى فشلا ذريعا في النتائج المأمولة، سواء من الداخل اليمني أو من المتدخلين الإقليميين وهو دول التحالف.
نعم دكتور فيصل، لكن هذا ربما يعني يدحضه مسألة إنجاز معركة شبوة في خلال أيام قليلة عندما أراد التحالف ذلك، يعني وأنجز فعلا خلال أيام ومن خلال جهود يعني الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من التحالف العربي. يعني القرار هنا يبدو كاملا للتحالف العربي والشرعية. وفي هذه الجزئية دعني أتحول للأستاذ سليمان العقيلي. تحدث الدكتور فيصل عن أن هناك ربما لاعب خفي أو لاعب خارجي هو من يعني يكبل إرادة أو قرار التحالف العربي في مسألة حسم المعركة في اليمن. إلى أي مدى هذا الطرح دقيق دكتور أستاذ سليمان؟ بس إذا سمحتي لي أخت سوان يعني تعطيني وقت اللي أعطيتيه الدكتور فيصل. إيه ما تقاطعيني. هذا الكلام اللي قاله الدكتور فيصل يعني الحقيقة غير دقيق، غير صحيح، مو غير دقيق، غير صحيح. لأنه التحالف العربي علاقته بحليفه الدولي علاقة معقدة وعلاقة فيها شكوك وفيها مخاوف، ورأينا كيف أنه جون كيري جاء بصفقة يعطي فيها الحوثي وعلي عبد الله صالح ثلثي السلطة، وكيف أن المملكة العربية السعودية تململت ويعني ناورت مع حليف الدولي وسوفت في الموضوع، ويعني التكتيكات السعودية مع الحكومة طبعا اليمنية نجحت في تفويت الفرصة على كيري. هذا يعكس أنه ما هو صحيح كلام الدكتور فيصل أنه السعودية أو التحالف العربي أدوات للقوى الكبرى. التحالف العربي عنده تجربة، التحالف الخليجي الحقيقة عنده تجربة أولى في العمل العسكري، لأول مرة يقاتل بدون حليف دولي، بدون أجانب، بدون خبرات أمريكية. يعني رأينا الولايات المتحدة تمنع بعض الأسلحة، بعض أنواع الأسلحة. رأينا أنها قطعت في فترة من فترات التعاون الاستخباراتي باسم الوضع الإنساني. ما هو سليم كلام الدكتور فيصل أنه التحالف العربي يعني هو يعني أداة من أدوات القوى الأجنبية. التحالف العربي هو الحقيقة هو على أي حال أستاذ سليمان استدراكا لما قلته، هو لم يقل بأنه أداة وإنما قال بأنه مكبل من خلال لاعب خارجي كبير، وهذا ما تؤكده أنت الآن. لا أنا أقول إنه العلاقة معقدة مع الحليف الخارجي، ليست صحيح، ليست سليمة 100%. يعني أحيانا تتحسن أحيانا تتراجع. يعني مساء أمس شفنا التصريح الأمريكي عن اليمن يقول إنه فقط يعني وقفوا الصواريخ عن الرياض. ليست المشكلة الصواريخ على الرياض، المشكلة الاستقرار والأمن في صنعاء وفي عموم اليمن. يعني أنا أعتقد أنه صحيح أن موضوع اليمن معقد، لكنه أيضا ميدانيا معقد. يعني صحيح أنه معقد سياسيا لكن ميدانيا أيضا معقد. أنا أقول لدكتور فيصل وللمشاهدين أنه الجيش المصري وهو أقوى من الجيش السعودي، على كل حال أقوى جيش عربي، في الستينات ما قدر يحسم المعركة في سنة، في لما جاء يساعد الجمهوريين وفي ثورة 26 سبتمبر، ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، جلس حتى سنوات طويلة حتى نهاية الستينات، وثورة 26 سبتمبر ما استقرت ولا استطاع الجيش المصري. نعم لكن الأوضاع مختلفة والظروف مختلفة أستاذ سليمان، يعني حتى القدرات العسكرية من ذلك التاريخ حتى الآن تغيرت كليا، إضافة إلى وجود لاعبين إقليميين في تلك المرحلة كانوا عائقا أمام إنجاز المعركة على عكس ما هو حاصل اليوم. الآن هناك دعم إقليمي والتفاف. دعني أكمل السؤال فقط أستاذ سليمان. أنا اليوم أشرح الموقف ولا مجرد أسوي توازن في البرنامج؟ لا استاذ سليمان انا فقط يعني استدرك على كلامك. اسمحي لي اكمل الفكره بس لو تفضل. الجيش المصري وهو اقوى من الجيوش الخليجيه في الستينات لم يستطع، وهو بلغ 100,000 جندي، لم يستطع حسم المعركه في اليمن في سنه ولا في ثلاث ولا في خمس ولا في سبعه. واستمرت ثورة 26 سبتمبر حتى نهاية الستينات رغم الدعم
الجيش المصري والقوة السياسية المصرية وعبد الناصر على قوة حجمه السياسي عربيا ودوليا. نحن الآن أمام تجربة جديدة. أولا الجيوش الخليجية ليست هي العمود الرئيسي في الحرب في اليمن. العمود الرئيسي هو الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، والذي يقوم فيه التحالف العربي هو نوعين من العمل العسكري، اللي هو التغطية الجوية والدعم اللوجستي والفني بالخبراء وبالمعدات وبالتدريب. طبعا المهمة الرئيسية يعني هي للجيش اليمني، يعني اللي تحقق في الساحل الأيام الماضية وفي عسيلان في شمال شبوة وفي النهم وفي الجوف وفي صعدة، هذا حققه اليمنيون ما هو التحالف العربي. صحيح أن التحالف العربي يفخر أنه داعم للحكومة وللجيش وأنه يعني عنده ألا ترى أستاذ سليمان بأن هذا تقليل من قدرات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الأرض؟ لا، أنا أقول لك الحين الجيش اليمني هو الذي يصنع الانتصارات، وهو نعم هو بالمقابل الذي لم يصنع الانتصارات في الأماكن التي لا زالت تحت سيطرة الانقلاب، هذا ما أفهمه من كلامك. لا، أنا قصدي الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية يا أسوان. نعم. نعم يعني أنت يسمون اللجان، جيش اللجان. لا أنا أتحدث عن الجيش الوطني، يعني طالما أنت تتحدث بأن المعركة هي معركة اليمنيين على الأرض، فعدم الحسم أنت الآن تحيله إلى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. طيب دكتور فيصل، استمعت إلى طرح الأستاذ سليمان بأنه هناك أسباب كثيرة ربما سردها تقف أمام تأخر معركة الحسم وتحرير اليمن وإعادة الشرعية، هل ترى بأن هذه المبررات مقنعة من وجهة نظرك؟ هو القراءة للواقع الميداني يتخذ عدة مسارات. الأخ الكريم الضيف، الأخ الضيف يعني أعطى مثال غير منطبق في مسألة حرب الستينات، حيث كان السلاح تقليدي يدوي، الآن نتكلم عن سلاح ذكي، عن أقمار صناعية. أريد أن أقول بأنه فقط كلفة التغطية اليومية للمعارك الجوية 5 مليون دولار للأقمار الصناعية، من أجل تحقيق يعني غرض الهجوم وضرب الأهداف بكفاءة عالية، هذه لم تكن موجودة في حرب السبعينات. نستطيع أن نقول بأنه هناك قصور واضح من دعم الجيش الوطني على الأرض، يعني عندما دعم في شبوة استطاع الجيش الوطني أن يحرر شبوة بخلال أسبوع، وعندما دعم في الساحل الغربي استطاع أن يقطع أكثر من 50 إلى 60 كيلو خلال أسبوع. السؤال أمام صاحب القرار، سواء كان السلطة الشرعية أو دول التحالف أو اللاعب الخفي، لماذا لا يتم تزويد الجيش الوطني بالسلاح الذي يمكنه من حسم المعركة وبسرعة؟ يعني هذا السؤال إذا لا وجدنا له جواب نستطيع أن نفهم كثير من خفايا الصراع والإخفاقات. هناك إخفاقات واضحة، يعني تتحرك الجبهات لحظة ثم تنام. من يلعب هذا اللعب؟ هل هذه خطة عسكرية؟ أن تتحرك، ما الذي يجعل نهم قارة ليست مجرد مديرية؟ صحيح أنها جبال معقدة، لكن ما الذي يمنع أن يتم إسقاط الساحل الغربي وهو ساحل مكشوف والأباتشي قادر على تمشيط حتى الأفراد وليس فقط المعدات؟ هذا الشريط الساحلي الممتد من حرض حتى عدن سيحرم الانقلابيين المال والقدرة على الحركة ووقوعهم في حصار داخل الجبال. يعني نحن للأسف نرى أن هناك أشياء تتاح للانقلابيين بالاستمرار في الانتصارات، مثلا بقاء شبوة كما قلنا أكثر من 3 سنوات وسواحلها مفتوحة ليتمر الدعم إلى صنعاء، كذلك السواحل الغربية في الحديدة إلى ميدي مفتوحة ويتصل الدعم عن طريقها إلى صنعاء. هناك لعبة خفية في الموضوع،
نعم. من يستطيع من أصحاب القرار أن يجيب لماذا هذه الجبهات تظل مكشوفة ثلاث سنوات؟ هناك بعض الإجابات الأكثر أن تغلق منذ الشهر الأول. نعم دكتور فيصل، هناك من يرى بأن الإجابة تتلخص بأن عدم الحسم هو واحدة من استراتيجيات التحالف العربي لمعركته في اليمن، وهذا الأمر الوحيد الذي يمكن أن يفسر أو يبرر ما يحدث على الأرض، تحركات ميدانية أو عسكرية على الأرض يعني تبدأ ثم تنتهي فجأة، عدم دعم كثير من الجبهات، ترك تعز دون حسم ودون إمداد للجبهات العسكرية فيها، أيضا ترك الطريقة يعني خطوط ساحلية مثل الخط يعني الغربي وشبوة وغيرها من الموانئ المفتوحة لإدخال السلاح. كل هذه الأسئلة ربما يكون التفسير الوحيد لها بأنه لا يراد للمعركة الحسم ربما. كيف تنظر إلى ذلك أستاذ سليمان؟ لا أستاذ سليمان سأعود إليك. معك أنا أعتقد أنه حواركم هذا حوار مؤامرة، يعني أنه فيه مؤامرة لاستمرار الحرب. إذا فيه مؤامرة يعني إذا فيه نية لاستمرار الحرب فهي ليست من التحالف العربي على كل حال، لأنه ما في دولة في العالم يرضيها هذا الاستنزاف اليومي اقتصادي أموال وبشر وذخائر وأسلحة، يعني هذا سؤال عقيم أنا من وجهة نظري. طيب الأسباب، اسمحي لي بس الأسباب موضوعية وليست سياسية. الأسباب موضوعية، يعني أنا مستغرب إنه ضيفك من تعز يبغى الجيش يمشي على طول حتى ميدي، إيش هالكلام هذا؟ هذا سوء تقدير لقوة الخصم. عندك خصم قاعد يرسل صواريخ باليستية للرياض يضرب الرياض، تقول هذا خصم أنا أسحقه في يوم؟ هذا كلام غير موضوعي وفي تقدير سيء للخصم وللظروف الطبوغرافية والجغرافية. الجيش عندما يتقدم هو في الحقيقة تقدم مرسوم، لأنه الخصم زرع اليمن بالألغام، يعني عمل انتحاري لما تخلي الجيش يتقدم بعشوائية. الحوثي والإيراني والحزب إلهي زرعوا بلدكم بالألغام، ما يقدر جيشكم يمشي يا جماعة، يعني لازم مع سلاح المهندسين، لازم تفكيك الألغام هذا في يوم واحد وفي 48 ساعة، لا في ثلاث سنوات. أستاذ سليمان نتحدث عن ثلاث سنوات نحن. يا أختي ثلاث سنوات في جبال اليمن ليست طويلة من وجهة نظري. أنت تعتقدين الآن أنه اللي حارب في اليمن هو الحوثي؟ ما هو معقول الكلام هذا. اللي حارب الإيراني واللبناني واللي حارب الحرس الثوري وخطط كل خطط حزب الله مع إسرائيل في جنوب لبنان نفذوها في اليمن من 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 كهوف ومن أنفاق ومن يعني يطلع الصاروخ ويضربون فيها الرياض، تجي الطيارات ما تلقى صواريخ. طيب أستاذ سليمان، يعني كيف استطاعت التحالف العربي الانتصار على هذا التحالف الإيراني؟ نعم أستاذ سليمان، ليس شغل الحوثي، اتركوا تقدير السيء الأمور واتركوا المؤامرات. طيب نحن نريد تفسيرات يعني منطقية لما يحدث على الأرض، يعني بالعكس نحن لا نريد الحديث عن مؤامرات ولا عن الغاز، يعني هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان اليمنيين ولا يجدون لها إجابة، نحن نبحث عن إجابة الآن معك أستاذ سليمان. كيف استطاع التحالف العربي أن ينجز هذه المعركة خلال أيام في الجنوب مثلا؟ تقولين هذا خصم سهل؟ طيب أستاذ سليمان، كيف استطاع التحالف العربي أن ينجز المعركة خلال أيام؟ هذا كان تبسيطي، كلام مرسل. عندك أنت خصم إيران، ما هو الحوثي اللي حاربك في اليمن. اللي حاربك إيران، الحرس الثوري وخبراءه وجنوده وصواريخه الباليستية اللي يشتغل فيها من يوم انتهت الحرب العراقية الإيرانية. تقول لي خلص معاه في يومين ولا في سنتين؟ الحرب العراقية الإيرانية استمرت ثمان سنوات، ما خلصت إلا بالكيماوي لما رشهم صدام في الجبهة. إيش هذا؟ أنت مع خصم عنده
عقيدة، عنده أيديولوجيا، يلقن جنوده إنه أنت إذا حاربت ومت في هذه الجبهة تدخل الجنة، عنده صكوك غفران، عنده أيضا. طيب يا أستاذ سليمان، أستاذ سليمان، لكن إحنا نتحدث عن أن عنده أيضا صبر استراتيجي، عنده مشروع، عنده مشروع إقليمي، تبغى يسلم لك اليمن ويمشي ثاني يوم؟ هذا كلام عشوائي، ما لا يدخل في السياسة ولا في الاستراتيجية. أنت الآن تعتقد الإيراني بيمشي ثاني يوم بعد ما تضربه بالطائرات؟ الإيراني يشتغل في الشام وفي لبنان من عام 1979 وزرع له عملاء وزرع له مبشرين وزرع جواسيس وسوى أنفاق في أسلحة ومخازن تحت الأرض. نعم أستاذ سليمان، طيب الفكرة واضحة أستاذ سليمان. يا أسوان معركتنا مع الإيراني. نعم هي معركة كبيرة وخطيرة، يعني أستاذ سليمان فكرتك واضحة. إذا أستاذ فيصل يتحدث إذا الأستاذ سليمان عن معركة أكبر من مجرد ميليشيا الحوثي داخل اليمن، وتحدث عن خطر إقليمي، خطر يعني كبير جدا، استطاع أن يتمدد في سوريا وفي لبنان وفي العراق، واستطاع أن يسقط 3 عواصم عربية حتى الآن. الأمر ليس بالسهولة التي ربما لمحللين سياسيين في على المستوى المحلي أن يستوعبها أو تفهم تفاصيلها. مثل هذا الطرح يمثل إدانة لدول الخليج، يعني نحن نتكلم عن دول الخليج، تحالف عربي فوق 10 دول مدعومة دوليا وتقف عاجزة أمام قليل من الميليشيات عندها سلاح تقليدي ومدعومة من إيران، والدعم ليس بذلك الكم الكبير. يعني لا مجال للمقارنة بين العراق وإيران في معاركهم، كلهم يمتلكوا سلاح جوي وصواريخ. يعني الصواريخ التي يتحدث عنها تستهدف السعودية هي 3 صواريخ في 3 سنوات، يعني بمقدار صاروخ كل عام. معروف بأنه هذه الصواريخ ليست صناعة إيرانية، هذه أكذوبة على فكرة حتى يعني نثبت أو نغطي العجز. الصواريخ الموجودة في اليمن هي صواريخ روسية إسكود مطورة، وهي كانت من مخزون النظام السابق، تم تسليمها لهؤلاء الانقلابيين وهم الآن يستخدمونها بالقطارة كل سنة صاروخ، يعني ربما عددها لا يزيد على 30 إلى 50 إلى 60 صاروخ. بالتأكيد هم يستثمرونها كهجوم استراتيجي للموازنة في المعركة أو للإخافة، لكن من يقاتل بالميدان لا يمتلك غير الكلاشينكوف والرشاش والمدافع القديمة والدبابات القديمة الخردة. ماذا تشكل من تهديد أمام تحالف عربي يمتلك F-15، F-16، الأباتشي، المدافع الذاتية الحركة، المدرعات، الدبابات الجديدة؟ يعني الحقيقة هناك، إذا أردنا أن نقول أن نقرأ الواقع، هناك فشل ينبغي أن نعترف، إما أن نحن فاشلين أو هناك لاعب خفي يلعب في مسار المعركة. نعم، دول التحالف أعلنت بوضوح من البداية وكانت صادقة، قالت إنه المعركة في اليمن سمتها عاصفة الحزم، والعاصفة يعني مجرد أسبوع وتنتهي المعركة. إذا كان هذا التقدير خاطئ، عليهم أن يعتذروا عن هذا التقدير. نعم، يا هؤلاء فاشلين. وأكثر من ذلك دكتور فيصل، تحدث أيضا ناطق الرسمي التحالف العربي بعد أيام قليلة ربما من عاصفة الحزب أنه تم القضاء على الصواريخ بعيدة المدى لجماعة الانقلاب. ألا ترى بأن استمرار وجود صواريخ باليستية التحالف ويدين للحلف الانقلاب ويدين التحالف العربي أكثر ما يخدمه أستاذ سليمان العقيلي؟ ثم إذا ما أخذنا مسألة اقتناص الفرص وهي موضوعنا لهذه الحلقة، ماذا عن الشرعية في المناطق التي تم تحريرها خلال الأيام؟ وأنت تحدثت عن خطر إيراني كبير، بينما استطاعت التحالف العربي عندما أراد ذلك أن يحرر مثلا الجنوب خلال أيام. هل عادت الشرعية إلى الجنوب مثلا؟ هل عادت الشرعية إلى عدن؟ هل لديها كامل الصلاحيات الدستورية تمارسها في الجنوب؟ لماذا لا يتم الآن الاستفادة من تفكك حلف الانقلاب؟ لماذا يحاول الآن إعادة تشكيل المؤتمر الشعبي العام وإعادة العمل معه خارج إطار الشرعية أستاذ سليمان؟ نعم
إذا يبدو أن ضيفنا من الرياض سقط إلى أن يتم معاودة الاتصال به. ربما أعود إليك دكتور فيصل الحذيفي. نعود لمسألة الفرص التي يتم تفويتها مرة بعد أخرى من قبل التحالف العربي. كيف تنظر إلى تعامل مسألة تفكك حلف الانقلاب بالنسبة للتحالف العربي ومحاولة إعادة إنتاج المؤتمر مؤتمر المخلوع من جديد إلى الواجهة بشكل أو بآخر خارج سياق الشرعية؟ هو بالنسبة لطرفي الانقلاب كان التحالف وربما السلطة الشرعية وبعض القوى الدولية تراهن على وجود صراع قوي ومتكافئ بين الطرفين ليسهل بعد ذلك للتحالف والسلطة الشرعية الانقضاض على ما تبقى من المدن بعد أن يتخلصوا من بعضهما. لكن للأسف ما ظهر والذي كنا نعول عليه وأخطأنا في التحليلات بأنه الريموت بيد عفاش وأنه قادر على الانقضاض عليهم في لحظات، وأظهر خطاب ناري جدا يدعو جميع الحزب والحرس الجمهوري والأمن والمؤتمر الشعبي إلى الاستعداد وعدم تلقي أي توجيهات من الحوثيين. لكن للأسف كنا مخدوعين به وهو مخدوع بنفسه، وخلال 3 أيام كانوا تخلصوا منه. وبالتالي الأهداف التي كان يعول عليها بأنه تقع هناك معارك بين طرفي الانقلاب للتخلص منهما بشكل ذاتي ثم الانقضاض على ما تبقى منهما وهو سيكون سهلا، المعركة ظهرت بأنه المؤتمر الشعبي العام مع الحرس الجمهوري هذه أكذوبة، أن ينتهي هذا الوهم خلال 3 أيام ويتم التخلص منه. الآن التعويل الحقيقة على المؤتمر الشعبي العام أيضا هو سيجرنا إلى وهم جديد. المؤتمر الشعبي العام هذا أكذوبة، لأنه ظهر بأنه المؤتمر تشظى. هناك مؤتمر في أيام الثورة في 2011 خرج أشرف الناس من المؤتمر وشكلوا حزب العدالة والبناء، وهذا معلوم. الآن بعد الصراع هذا هناك مؤتمر القبائل، وهناك مؤتمر الحوثي، وهناك مؤتمر السلطة الشرعية، وهناك مؤتمر العائلة. إذا ماذا تبقى من المؤتمر؟ المؤتمر سيظل أكذوبة، والتعويل عليه سيكون خطأ كبير. لا ينبغي أن نعول على 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 أبو الهول الذي ليس فيه روح وليس فيه قدرة على الحركة. يعني حزب المؤتمر التعويل عليه الآن أو لاحقا يعتبر من باب التخريف السياسي. ينبغي أن نعلم بأنه الآن القوة على الأرض هي التي قادرة على الحسم، فقط تحتاج إلى دعم عسكري. ما الذي يمنع دول التحالف أن تدعم الجيش الوطني في تعز ليتم تحرير تعز؟ لماذا تحتكر مدينة المخاء فقط للجيش الجنوبي ولا يعطى لتعز تحرير هذه المناطق؟ لماذا يترك معسكر العمري عليه علامة استفهام 8 كيلومتر مربع ما زال بالخلفية، لا ندري هل هو محرر أم غير محرر؟ لماذا الوازعية أيضا بالخلف وهي التي تحاصر تعز ما زالت أيضا موضع تهميش؟ يعني في نهاية الأمر إما أن نقول بأن دول التحالف متهمة بأنها تلعب لعبة قذرة في مسألة الحرف اليمن، أو أن هناك لاعب خارجي خفي، وبالتالي ننقذ سمعة دول التحالف من هذا المأزق. نعم. وعليه من يحددوا، إما أن يكونوا هم مسؤولين مسؤولية مباشرة وبالتالي هم متهمين بهذه المسار الكارثي للمعارك. نعم. أو أن هناك قرار مصادر من أيديهم وبالتالي نحن نبرر أنهم غير قادرين على الحسم. نعم أستاذ سليمان، إذا يبدو يعني ذهاب التحالف العربي للحديث عن لاعب خارجي ربما يخفف من موقفها، من وطأة موقفها أمام اليمنيين تحديدا أمام العالم لفشلها الذريع في إدارة المعركة في اليمن خلال 3 سنوات وتفويتها الفرص لإنجاز المعركة. الآن نتحدث عن الفرصة الأخيرة، الذي الغضب الشعبي الكبير والعارم تجاه ميليشيا الحوثي ووجود ميليشيا الحوثي كطرف وحيد الآن على الأرض، ميليشيا حوثية إيرانية تواجه كل اليمنيين ومن خلفهم الشرعية ومن خلفه التحالف والإقليم. لماذا يتم تفويت هذه الفرصة المهمة والالتفاف الشعبي حول التحالف والشرعية هذه المرة؟ ما الذي فعله التحالف أو ما الذي سيفعله خلال أيام ربما؟ أخت سوان، بعض أسئلتك أنا يعني غير مختص فيها، توجه اليمنيين أو للحكومة اليمنية أو للمقاومة أو للساسة اليمنيين، إنما التحالف يبدو أن اليوم الاتهامات الموجهة للتحالف يعني هي على ضوء الخلاف القطري السعودي، ويبدو أن اليمنيين دخلوا في هذا الاستقطاب ويوسف بن ذلك.
أما فيما يتعلق بالحقائق على الأرض، أستاذ سليمان لحظة، يعني أولا كيف أوجه لليمنيين سؤال، أقول لهم لماذا لم تحسموا المعركة مع الحوثيين؟ يعني هل اليمنيين المواطنين البسطاء الذين يعني التفوا حول المقاومة الشعبية وانضموا فيها من كل الفئات هم يتحملوا أيضا مسؤولية أخطاء التحالف على الصعيد السياسي والعسكري؟ يعني ما علاقة اليمنيين وما علاقة خلافات السعودية بقطر بهذه المسألة؟ أنا أسأل التحالف العربي الآن، وأنت ربما تتحدث الآن نيابة عن كل هذا التعثر خلال 3 سنوات. أنا أقول الشكوك التي توجه التحالف اليوم أو في الأشهر الماضية ما كنا نسمعها في 2016 و2015 وكذلك. بالعكس، هذا السؤال نحن نسأله منذ ربما اليوم الأول أستاذ سليمان. نحن نتحدث يعني كان ناطق التحالف العربي يتحدث منذ يعني بعد شهر واحد من انطلاق عاصفة الحزم عن أن المعركة هذه عمرها أيام. نحن الآن بعد 3 سنوات أستاذ سليمان، وهذا الأمر لا علاقة له بخلافات دول الخليج. ربما أنت كنت ضيفنا قبل عام وقبل عامين وكنا نتحدث عن نفس الموضوع، عن نفس التحديات ونفس المشاكل. يعني الأمر ليس جديد، أرجو أن لا تبحثوا عن أسباب وشماعات أخرى للتعليق أخطائكم عليها. أولا اسمحي لي أخت سوان أنه أقول أنه معركة اليمن الذي يعتقد أنها خاطفة هذا ليس استراتيجي، وحتى لو سميت عاصفة الأمريكان سموا الحرب الكويت والعراق عاصفة الصحراء، وقد ظلت لعدة أشهر. ليس معنى هذه التسميات أن تكون عاصفة في أيام أو في أسابيع. نتحدث عن تصريحات الناطق الرسمي، نتحدث عن 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 مجرد تسمية. يعني الناطق الرسمي التحالف كان يتحدث عن نعم. اسمعين، فيما يتعلق بالميدان، يعني الميدان تكلم عنه العسكريون. يعني أنا أعتقد أنه في تقويم، إعادة تقويم للميدان اليوم، ثم أنه الحركة اللي صارت في عسيلان وفي شمال شبوة على كل حال، هذا نتيجة استنزاف على مدى شهور وليس حركة عسكرية اليومين فقط. يعني نعم، بل هي حركة عسكرية خاطفة والجميع يعرف ذلك. المعارك متوقفة منذ أشهر، وحينما تحركت أنجزت خلال الأيام. طيب، ليس هذا موضوعنا الآن أستاذ سليمان. كنت أسألك عن مسألة صناعة التحالفات والشراكات الآن بعد تفكك حلف الانقلاب وانضمام مجموعة من مؤتمر صالح إلى ربما إلى حلف الشرعية، أو في مواجهة الانقلاب كيف يتم كسبهم وإدماجهم ضمن الشرعية؟ لماذا لا يظهر هذا التحالف بشكل واضح تعزيزا لشرعية الرئيس هادي وليس في أطر خارج عن إطار شرعية هادي؟ أولا أنا أعتقد أنه التحالفات السياسية الآن فيه إعادة تموضعات وفيه يعني إعادة تحالفات. صالح الذي كان مع الحوثي أمس أو جيشه أو حزبه اليوم ينفض عن الحوثي بسبب التصفيات التي صارت في صنعاء، وطبعا الرئيس هادي أعلن ترحيبه بالمؤتمر الشعبي العام ورحب بانضمامه إلى حلف الشرعية. أيضا حزب الإصلاح اللي كان يدور حوله كلام عن خلافه مع الإمارات وعن مشكلته السياسية وغيرها، عقد اجتماع مع قادة التحالف أو مع القيادة السعودية والقيادة الإماراتية خلال الفترة الماضية، ورأينا الحقيقة تفاهمات ربما كانت من نتائجها ما شاهدناه في الميدان. إذا التعقيدات في الميدان أخت سوان لا تخص التحالف فقط، في تعقيدات يمنية، في تعقيدات في يعني في ناس عندهم أيضا مخاوف ربما من بعض الدول أو من بعض القوى، وربما لا يريدون التحالف أن ينجز مهمته. يعني العكس هو الصحيح أستاذ، يعني العكس هو الصحيح أستاذ سليمان. يعني المخاوف كانت من قبل دول التحالف تجاه بعض القوى المنخرطة ضمن الشرعية وضمن المقاومة، ولمجرد يعني حدوث تقارب بسيط يعني تم إنجاز معارك على الأرض، عكس ما تقول تماما. ربما أقول لك ربما أنا ما أجزم، أقول ربما بعض القوى اللي عندها مخاوف من السيناريوهات المستقبلية ربما أنها كانت متمنعة عن في الإخلاص للمعركة أو في الدخول فيها حتى النهاية. وعلى كل حال أنا أعتقد أنه هذا ليس خطأها، ربما يكون خطأ
في إيصال الرسالة أو في الاتصال السياسي بين التحالف والقوى اليمنية. أنا ما ألقي اللوم على 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 اليمنيين. طيب وعليه أستاذ سليمان نعم أستاذ سليمان، وعليه بعد هذا التقارب الذي رأيناه وزوال هذه المخاوف التي كانت بين هذه القوى السياسية وبين دول التحالف العربي، بعد هذه الفرص الكثيرة التي ظهرت يعني خلال الأيام القليلة الماضية فقط، كيف يمكن استثمارها من قبل التحالف العربي لإنجاز المعركة؟ أنا أعتقد أنه يجب استثمارها بمزيد من التضامن والتفاهم مع القوى السياسية اليمنية كلها، المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح. وعلى كل حال هذان الحزبان أكبر حزبان في على الأقل في شمال اليمن، يعني في اليمن كله وفي شمال اليمن بالخصوص اللي فيها المعركة اليوم حامية، يعني اليوم المعركة في شمال اليمن. والإصلاح والمؤتمر الشعبي العام أهم حزبين سياسيين ومقاتلين أيضا في شمال اليمن، فلا بد للتحالف أن يتفاهم معهما وأن ينسق معهما لصالح القضية اليمنية. يعني أنا أولا لا أرى أن الاستفراد بالرأي من قبل التحالف أو من قبل غيره في الحكومة الشرعية أو غيرها أنه مفيد للقضية اليمنية. لا بد أن يكون هناك تنسيق سياسي متين بين الحكومة والتحالف، وبين الحكومة والتحالف من جهة، وبين القوى السياسية على الأرض وخاصة الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، وهما مثل ما قلت فاعلان على الأرض لهما امتدادات شعبية وفي نفس الوقت داعمان ربما حضور الإرادة السياسية يعني الجدية من قبل التحالف العربي هي الأهم من كل ذلك، لأن هذا يعني إنجاز المعركة في بعض المناطق حدث دون هذه التحالفات كما حدث ربما في الجنوب وغيرها عندما أراد التحالف ذلك. سؤال أخير لك. الجنوب أسوان. الجنوب أول معركة فيه سهلة لأنها سهول منبسطة وأرض مستوية. والقاعدة الشعبية للمقاومة الشعبية متينة، القاعدة الشعبية في الجنوب. نعم دائما التشكيك دائما أستاذ سليمان، يؤسفنا جدا أن يأتي دائما تشكيك باليمنيين الذين يقدمون التضحيات من أرواحهم ومن دمائهم وإطالة أمد الحرب، يعني ما يدفعه إلا اليمنيون سواء في مناطق المناطق التابعة للشرعية أو المناطق حتى التابعة للانقلاب. نعم أستاذ سليمان، يعني وليس من اللائق في كل مرة أن تحملوا الأخطاء لليمنيين وللمقاومة. أنا أقول إنه القوى السياسية في الجنوب مختلفة نوعياً عن القوى السياسية. وقد رأينا النتيجة في الجنوب ماثلة أمام الجميع في الجنوب. طيب. الجغرافيا في الشمال مختلفة. نعم. والنتيجة واضحة في الجنوب أستاذ سليمان. نعم. تشكيك مع تشكيك. نعم أستاذ سليمان، والنتيجة واضحة في الجنوب، يعني رئيس الجمهورية لا يستطيع العودة إلى الجنوب ولا حتى يستطيع رئيس الحكومة التحرك يعني كيلومتر واحد. بأمان أستاذ فيصل الحذيفي، سؤال أخير، إذا ما استمر التحالف العربي في نفس سياسة التخبط السياسي والعسكري في معركة التحرير في اليمن، ما هي خيارات الحكومة هنا والمقاومة؟ استمرار التحالف بالفشل الذريع هذه السنوات كامل خلق رقمة ضد التحالف. نحن نرى بأنه اليوم الأول أو السنة الأولى أو الشهور الأولى رفع اليمنيون المؤيدون للشرعية والمقاومة والجيش الوطني شعار شكرا سلمان، شكرا التحالف، شكرا الإمارات، شكرا حتى إن شاء الله أي حليف آخر ينقذهم، لأنهم وجدوا بأن الدولة وقعت في لحظة من التآمر بين الانقلابيين دفعة واحدة. وبالتالي هذه التشكرات بدأت تخفت نتيجة لهذا الفشل. الآن مساحة العداء داخل المجتمع اليمني ضد التحالف أصبح مساويا لمساحة العداء عند الحوثيين للتحالف. الفارق أن التحالف عدو مشترك مع الحوثيين، بينما اليمنيين الواقفين مع الشرعية هم التحالف ليسوا أعداء، ولكن سوء الأداء في الميدان خلق يعني تفككا اجتماعيا وظهيرا شرعيا لهذه الحرب.
ربما في قادم الأيام يتجه اليمنيون للضغط على الشرعية بسحب التفويض للتحالف بحل قضية اليمن. نحن اليمنيين ليتركونا في نهاية الأمر، هكذا سيرفع شعار، ليتركونا معا حتى نحل قضايانا، لأنهم أصبحوا مشكلة وليس حلا، أصبحوا هم الحقيقة المشكلة وليس الحل. الآن المقاومة عندما تجتهد وتتقدم تواجه قصفا جويا، كيف نبرر هذا؟ آخر قصف قوي كان لخاطئ، وربما الخطر وهي مئات الآلاف جوازة المياه، ويطال الخليج العربي أيضا والسعودية تماما كما يطال اليمن. أشكرك. في جميع المعارك ميدانيا في مأرب هناك أخطاء. نعم يعني أشكرك. في تعز كما تعلمين قبل أيام منطقة العروس، يعني نعم هناك وفي أخطاء وفي وفي مفرق شرعب وفي جبل حبشي وفي الوزعية، يعني أخطاء مدنية كيف يمكن أن نبررها؟ إذن هذه أصبحت تعكس وهي ربما أسئلة مفتوحة لحلقات قادمة. أشكرك دكتور فيصل التحالف على استمراره بهذا الفشل في جامعة الحديدة، كنت معنا من تعز. أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر جزيل الشكر الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. أشكركم أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحية منتج البرنامج كمال حيدر، إلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.